الله سبحانه وتعالى يقول تعالوا استغلوا هاي الليلة بمن يا رب؟ بأن تتقربوا إلي وتطلبوا مني وتلتمسوا البركات مني. بمن يا رب؟ هنا يجي الكلام. جنابك تقول نقرأ قرآن، نصلي، نقرأ أدعية، شو نسوي؟ قبل كل هذه طبعا قراءة الأدعية ممتاز، أن نصلي ممتاز، أن نتلو القرآن ممتاز، كله ممتاز. بس أهم من هذا كله أن نقعد فقط نتفكر في حالنا. أقعد أنا أشوف شو مسوي، هسه أنا عمري شقيت، شو سويت أنا، شنو اللي قدمته، شنو اللي فعلته، وأفكر في نفسي، وأفكر في وضعي، أفكر في حياة، في معاشي، في رزقي، أفكر في أموري، وين رايح، إيش قد علاقتي بالله قوية، إيش قد أنا قريب إلى الله. هذا التفكير بحد ذاته هو من العبادات المهمة. من العبادات المهمة. ليش عبادات مهمة؟ لأن العبادة مو بس ركعة وسجدة ودعاء وقرآن. العبادة تفكر، التفكر في أمرك، التفكر في أمر الله، هذه عبادة.